بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. وتركنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرى درسي شنفارا ثلاثة الأصول وأدلتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي النجدي رحمة الله تعالى عليه. ولقد توقفنا في الكلام على وجوب معرفة الثلاثة المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. تفسيركنا بريت شنيك ليس المسألة الأولى والمسألة الثانية والمسألة الثالثة بالتفصيل أو ليس نرى زرزيري ثلاثة نيجة. أرى إن شاء الله تبارك وتعالى ما جلكمنا إن شاء الله، وأن كم برا جلكمنا إن شاء الله سمتي. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. اعلم رحمك الله باري أبليسكو باري أبليتيكو أرشدك الله لطاعته. ربي قرني أججتي أكا أججم تبتي ربي أجتي ساتكسو. أرشدك الله، والرشد هو الهداية، الرشد والرشد هو الهداية إلى الصراط المستقيم.
والدعاء بالرشاد إلى الطاعة كما دعا به المؤلف رحمه الله تعالى هو من خير الأدعية وأجمعها، من خير الأدعية وأجمعها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا علي قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد والسداد سداد السهم، رواه مسلم. وإذا نال العبد طاعة الله عز وجل نال الخير كله. كنافي اللهم اهدني وسددني قفتاكو كرا حقيت نججشي نججبسي جدي جدني إرقام ربي عليه السلام سيدنا علي بن أبي طالب إني أججني رججا. كنافي نمني دوكو يا ربي فاججميمو خير دمارك تججا. اعلم أرشدك الله لطاعته، والطاعة هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي. كربي لركما قول إيه أججي أججمو لطاعة جيشان امتثال الأوامر كربي أججي مرحبا جلني كعبلني إتوججو جيشان. امتثال الأوامر كان في كربي أججي توكو توكوني وججو جيشان واجتناب النواهي كربي أوي موجان يسرى أفيق أفقب ججار. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. حنيفية شنجر أم تكوني كران حنيفية شنجر أم تو كرا نبي كن إبراهيم إرى ترندا حنيفية. والياء فيها ياء الصناعية وليس للنسبة كما يتوهمه البعض. الواء فيه للصناعية أن الحنيفية وهو من الحنفي وهو الميل، أن الحنيفية الميل. فالحنيف هو المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد، والحنيف المستقيم المتمسك أو المستمسك بالإسلام المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. الحنيفية جيت مالي لقى من الحنف، حنف كجد مرفرة تمي حنف جيت نمو مجيرا موجتا. كان في حنيفيا كان جرم كون ما يجتون مجيرا مو نمني دوكو يو شركي ليسي غرا توحيدات ديمي شركي را غرا توحيدات ديبي را جتا شركي را غرا توحيدات ديبي را جتا رقا كون. كان فو أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية قلنا إنه من الحنف وهو الميل، فالحنيف هو المائل حنيف جتانك بتميت إرمي عن الشرك قصدا إلى التوحيد. التشرك الإسي قرى توحيدات الفوجتان. والحنيف المستقيم المستمسك بالإسلام إتشوان دوما كان إسلمنان جالني كان إسلمنان جبون دوما ديسي غرا إسلام جالتو تيشده إتشا ميشيرا مريجة جال المقبل على الله إتشا غرا غفتا ساتي غلاغلي المعرض عن كل ما سواه. وان دوما ديسي ربي دواتي تيشا غلاغلي آجة جال حنيف جال
وكل من كان على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام فهو حنيف. كنافي نمني ديني نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أردفي حنيف جدما. ثم اتبع، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. الله أكبر. ثم أوحينا إليك ارجمك وحي سرت بوسيرة ما الجتوتين أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. كرا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أردو في جئسي أججيرا. وما كان من المشركين نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام قافتوكو مشركة إمبيكو أهل التوحيد كثتر ملي شاكرا لأنعمي نعمة ربي سفكن نمو قلتو مغشا ربي في اشتباه ربي إسا ربي سفي لتيجة چارا وهداه ربي إسا قجيشي إلى صراط مستقيم كراك أجيلاتي جيشا ربي. قال شيخ الإسلامي ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى فالدين الحنيف هو الإقبال على الله وحده والإعراض عما سواه كما في مجموع الفتاوى. ما جرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى دينني كاني خراج اللارة قرى حقيقاتي مجرمي سرعي جتوني إتشربتي غلاغلي غوفتاسا توكوچوما ساتي بقاتي إتشربتي غلاغلي والإعراض عما سوا كربي دواجرون كربي بوتيجرون دوما إيسربتي غلاغلو جچا. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية كران حنيفية جرمكن كران توحيداكني ملة إبراهيم ملة جتاني كراجة جتار ملة إبراهيم جتاني إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام ما لدك كران إبراهيم عليه الصلاة والسلام كران سمال تري إرقام ربي عليه الصلاة والسلام ربي ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وجد ربي ما لفدا ربي كاني إرقام أسا نبيك إن محمد عليه الصلاة والسلام أكني ترى نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أكن وردفو مالف ربي أججي مالف إسكي إن الله أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله أي عبادتك أن تعبد الله مخلصا له الدين أن تعبد الله ربي نقبره مخلصا كل كليسته له الدين أي العمل الدين بمعنى العمل والدين بمعنى الملة والدين بمعنى يوم الجزاء والحساب. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أي مخلصين له العمل بابتغاء وجهه سبحانه وتعالى. إن الدين عند الله الإسلام أي الملة المتبعة. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. إن قالوا جهنم سنة يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب. كان في دينيني معنى سديبا تيجا توكيفاني قافا نمني جزاء سفرة قافا نمني أجري ساتوا بثارقة قافا كعما جيجا يوم الدين جيجا. كان في الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين جيجا أبا قافا جزائي جيجا قافا جزائيني أنا ما في كنمو قافا كفلمو جيجا. لما فانوا إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام جتاني دينني أبتمي أردفمو ربي براتي كم فرتمي إسلام دواء دا جتا. سري فانوا دين جتاني هوجي جتا. وما أمروا إن ججمني وما أمروا أي اليهود والنصارى ومن كان داخلا في الأمر وما أمروا إلا ليعبدوا الله أكسر ربيني قبر أمالي إن ججمني مخلصين أي حال كونهم مخلصين كل سني هجي سني
مخلصين له سبحانه وتعالى الدين أي العمل. من دون ابتغاء رياء أو سمعة أو شهرة أو حب محمدة. نمنا نائلالو نمنا ناججو أبلون عالمة أبلون مفتيرة أبلوني كوني كنكرائرة أبلوني علمي كسيكبا كنافتون تئين ربي في قلبي كن يقول كل سنة وجدتون تجراجة. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه. فلا بد أن يكون العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى نقيا من الرياء والسمعة. خنافي وجنتك أو وجنو ربي في كل ليس تجرى أو عبادة وجنوس عبادة كان ربي في النه أتمت عبادة ربي مالين قبر. نعم يدخل شخص في الصلاة لأجل أن يراه أحد نمتك وكسر قوتي الله أكبر جري صلاة ساكنة بايت بريتشا يروكم براكس بريتشن بيكو أبرونا أجرى أبرونا أرجرى جريتشا. كان في النبي صلى الله عليه وسلم أجرا أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر إذن أمته وكساتي كان سراته شركي شيء النور إذن. يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. نمت أجاي سلالة جروفي صلاة سبريتش. كان في رياء ربما يطرأ عليه من أول الأمر أو من أثنائه أو في آخره جتا. نمت أكو جل كبان رياء تقلو دندا الدين صلاة كيسي قال تقلو دندا ومرة تستو. على كل حال رياء كوني إخلاصا بل ليس جتا رياء نمني نايلالو نمت أكو أو عبادة جتو أو سنة كوجتو لله تعالى جرئ جت تجرى ملئ قلبي ساكي سوان تكو قليلة تانان كوني جرون سابدي رجتا ربي جرو كن يمو كني سافي جنة هجن ربي نواغو توجتا. كان في إخلاص برباتي سارقا جرو كست. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وكيف ذلك؟ بالإخلاص والمتابعة. بالإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث لا يكون في العمل ابتداع. جروك يكسد بدعاني أن إرقام ربي عليه الصلاة والسلام نجنة أرقامون تنجروجة. أن تعبد الله مخلصا له الدين صدق أواكننو لله تعالى جنة أواس أغنو لله تعالى جنة أواس أمنو لله تعالى وتوف نغر سيسين جتا. ماردا أكا فكينا تجتا حديث أبو هريرة رضي الله عنه حديث سبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلك سمايرا. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. رجل تصدق بصدقة صدقة كنا جتا نمتدوك فأخفاها إشير أسك صدقة سنة حتى لا تعلم شماله أركسا إني بتا ما تنفق يمينه أركسا مرقا إتشا صدقة كنا جرو سنة أمم بريت من شدة الإخلاص. سبحان الله. كان في ريائي نمني قدو نمني جروسا إخلاصا كمني ربي في كل كل سنين وجنة هوني منافقا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الله المستعان. إسان ربيني قرأت تالا نتفقاتا وفي تالا نجرو في التاسع أجرو. وإذا قاموا إلى الصلاة قرأ صلاة وقعني كسالا تدبو قلبي كيسا سقدو متقا نمني ما ننجد أبنو سقدم نجد أما
أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا إلى أن يرجم ربي عليه السلام كنافي قاموا كسالى يراؤون الناس أكن من نولال ترين سجد ولا يذكرون الله إلا قليلا وأي ولا يذكرون الله في صلاتهم لماذا؟ لأنهم ماذا؟ أكلم إذا لا يذكرون الله قليلا لأنهم يستعجلون في صلاتهم حتى يتخلصوا منها أما كيسا بأني تريفته أكا سنبرون توقف جان كيسا قلت تك تك قوتي أكا شيني أما شما تتشار نبي صلى الله عليه وسلم جراني تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين جراني جتشار كنافي يو ربي جرو كينيا كيبالي أكاني بركاتي قلت أكا أجري أكا ثوابا بور جنة تنرغلت يو بربان نيچار إخلاص قلتون تجرى جتشار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أكا وانتو قفمي أكا كلين سفرة ديمي توكو تأيا فجتا أكا بشان فرة غرفين فجتا ربي أكسن ودين جتا رقا أن تعبد الله مخلصا له الدين كنا في ربي في عبادة قدي مخلصا له الدين أي العمل له سبحانه وتعالى أو مخلصا له الدين أي مخلصا له العبادة عند النام بألا تشرك به سبحانه وتعالى وبذلك أمر الله جميع الناس وبذلك أي وبالإخلاص له سبحانه وتعالى أو بالعبادة الخالصة له سبحانه وتعالى ربي إخلاص سناني أمر الله أججيرا جميع الناس جميع الناس أي كل الناس وخلقهم لها شيء ما في الآه ربي كنما كنس خلق يسجد كما قال تعالى مشيرا إلى ذلك ربي مو ما جري جارة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما خلقت الجن جني ساتو والإنس نما ساتو أني هنومن إلا ليعبدون أكسان نقبرني في ملي وما خلقت الخلق في الأصل هو التقدير ولكن الخلق من حيث اللغة هو إيجاد الشيء على غير مثال سابق باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق كنا في ربي نما كنا كان يادة من كنتره كان بيك من كنتره دكرة كيسة من غبش العمى إلى نور شهورتي غرائفة تسام باسجة ربي دكرة كيسة ربي إسان خلقه إساني باسجة غرائفات تجة وما خلقت الجنة أني إنهم ني أبدا جني ساتور جني جتان كوني ما لرا خلق أمني أبدا را خلق أمني خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من نار وفي آية أخرى من نار السموم كان في ربي أبدا را إسان هم جتان كان في الآية كان شيطاني نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام وربي سجودي بواف جدي أججو أتمتم بوافد أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين
إذا بيورا خلقت أنا أبي درا خلقت أنا في كان أبي درا خلق أمي تعلم هو كان أوكيرا خلق أمي تعلم يو كان يسجد بوجود. وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، أي في علم الله وكان من الكافرين. فلذلك وما خلقت الجن فإنسان جرمني وسموا بالجن من الاجتنان وهو الاستتار إجاد أخوته تعني في جن جرمن وان مولني هندي جن جرمن جتا حتى ملائكوني جن جرم وآتة تقوت وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، أي وبين الملائكة. لماذا؟ لأنهم لا يرون أيضا. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ربك اسمع ما جري، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. جنة بكسر الجيم كسرات ججار، ولكن جنات هيتاني جنان بكمال. نمني باي كدنكو غورو قرانا وقرو، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس غروب باي رتي قرانا وقرا سنوجار ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هوني غلط من الجنة تدري من الجنة جنة في جنة تقومين جنة جتاني جنة 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 ربي جا يا ربي إن شاء الله آخرات نوفقك كنقل له جتا جنة جتاني مو كوانو لكني نمني توكو أو طورنا ترى لك إيه أكا توكو أركا تفتاني جتا كسبيلا توكو كني تيتي فا وفي راري تندبي ساني كوني جنة جرا مجتا. كنافي جني جتاني مالي دا وان دو خدي جتا. فلما جن عليه الليل اي اظلم واستتر عليه جتا. كنافي جني مالي في جرم يو جرماني اجا امول لنه في جرم ايشي جني في شيطاني تقودا شيطاني اباساني دا جني نمو زرية شيطان هذا مالي جني شيطان تقوم تيجة جار. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم أي شيطان إنه أي شيطان يراكم هو وقبيله إسافي زرية من حيث لا ترونهم سنقر إنسان نرقتني مالف إجار أكوتو ثاني في الجار شيطان يما نوني نرغن نوني سان نرغن جني نيس نو أرغن نوني سان نرغن مالف جني جرامينو جني جيتون وان مولن نيجي جار ما ناسا كنافي جني ني مسلم اسقبو كافر اسقبو جي جار. ولكن شيطاني إجا كوني أبو الجني دي جي جار شيطاني جي جار إجا بارمي إبليس جرام شيطان جرام ما لي في إبليس جرمي لأنه يئس من رحمة الله عز وجل إجاني رحمة ربي رتساك وتتفي إبليس جرمي إجار شيطان كان جرمينه لأنه شطان أي بعد عن رحمة الله عز وجل إجاني رحمة ربي رفقاته في شيطان جرم شيطان جتاني فقاته جتار ما لي رفقات رحمة ربي ربي جار رحمة سار رفقات سيفي شيطان سجر إيسا وامي جتار. كان في شيطان في جنة كوميتي جتار جنة زرية شيطانا كسارة جار فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. كنافو جني جتان كان رقا جار جني كوني نما دور خلق من. وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة أني خليفة ننوما لفرتي ما لا يكون وكان لك مجد أتفسد فيها أتجعل فيها من يفسد فيها أتمت خلقتك لفكنا رتي أتجعل فيها أي في الأرض من يفسد فيها نما جل أجل وستدل بفعل الجن
الذين سبقوهم بالخلق. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ملائكة دوكا والكبتاني تورنت ورنتي ججار سان جنني في ملائكة ججار إيغا سنغلا سنيرو ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم. كنافو جنني بني آدم درا خلق أماني ججار وخلق الجان من قبل من نار السموم من قبل كان من قبل خلق آدم جتا آدم عليه الصلاة والسلام وتو إنه من درا خلق من يجتا جنون إسا بود ديدا كم بني آدم خلق من جتا وما خلقت الجن والإنسا إنسا كان جرمني وعلى مرة فرأت مجرمه وسموا إنسا لأن لاستئناس بعضهم ببعض واللوكا جاتبتني في جاكل فني في جاولوكا ربسني في من المؤانسة والقمتي سورة كم فلت ميرا كنجرني كاني فسر جرو وقيل من النسيان بني آدمي إجا عمل لسا الرنفجو جاتي في إنساني كوني كم فلت مي نسياني رادا الرنفجو را فلت مي كنا في الإنساني إنسان جر أماني كنجروس جرجا وما سمي الإنسان إلا لنسيه وما سمي القلب إلا لتقلبه. وقال شيخنا عبد السلام ابن الشيخ إبراهيم بن عبد الرزاق الجوي رحمه الله تعالى وسمي الإنسان بالإنسان لكونه مطية النسيان. إجاني رنفتة في ركني بني آدم كوني إنسان جد أميتر وسمي الإنسان بالإنسان لكونه مطية النسيان. على كل ربي كاني جني ساتأو نما ساتأو كاني نيهو ممالي فيدا إلا ليعبدون. قال ومعنى يعبدون أي يفردوني أي يوحدوني ومعنى يعبدون يوحدوني يوحدون أكسانتو كتما كوتيني نقبراني في الآه إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون جتا. أي لأجل أن يعبدوني كنا في نمني كوني وأن تقو في نممني ولم تقم السماء والأرض ولم ترسل الرسل ولا أنزلت الكتب إلا لعبادة الله عز وجل عبادة ربي في جتار الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. عبادة سبريتش أين يؤك ربي نقبر فيه أين يؤك ربي نقبر أين يؤك توحيدك عبلو فيه أين يؤك توحيدك عبلي أين يؤك مشركة أين يؤك أهل التوحيد أين يؤك أهل الشرك في أهل التوحيد في أهل السنة والجماعة أين يؤك أهل البدعة والخرافات أين يؤك كان أدبا سفيدا ربي كاني همتا كان همي جتا غافا كياما عندهم تي أجري هجي سارغتا جتا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والعبادة هو التذلل والخضوع وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطباني وعليهما فلك العبادة دائر ما قامت حتى قامت القضبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان من غير إشراك به شيئا هما سببا النجاة فحبذ السببان لم ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان. فالناس فالبعض فمشرك بإلهه أو ذو ابتداء أو له الوصاني والعياذ بالله. حق الإله عبادة بالأمر كنافي عبادة بالأمر أمر رسوله لا بالهوى ونفس الشيطان نمني أك ربي إساج جد ولا يعبد الله إلا بما شرع له الدرد إن شاء الله أك إرقم ربي عليه الصلاة والسلام ربي انقبر ربي في عبادة قشر أن يمكسن وجد جنة مليه
سموك إن كيسا هوني عبادة أكبر باني هجتوني نوفي إنت هجتات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يفردوني بالعبادة ولا يشركون بي شيئا وأنت كن ردت إن دبلني جتا وأعظم ما أمر الله به التوحيد وأن هندما كسا قدانسا أعظم قدانسا ما أمر الله به كالربي حجد أجاجي التوحيد أكتوحيد أمر إنجرو جتا مالف كانونني عبدي جد أمني مالف عبدي مالف جد أمني غربوت مالف جد أمني عبادة كان أكرب في فرشنو في الأجاب كان في نمتوكو غربي تربي جد أمي كوام ويومي دا غاف ربي في عبادة سا أكرب بها ججتي أكرغم ربي عليه الصلاة والسلام أججنتي يوجا جميل أججا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله أتمت إرغم ربي عليه الصلاة والسلام عبده جد أمن إجا ربي في عبادة حقيقة عبادة جاقشن في الأجاب وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فأوحى إلى عبده ما أوحى كان في غربيت ربي كان جرم يوم دا قاف ربي في حقيقة عبادة كسنبتا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الله أكبر فأي شيء أحسن من أن يوصف الإنسان بالعبودية لله تبارك وتعالى شرفي قدارة درجة قدارة نمتكو قربي شرب بجد أمونسا جين قربي شرب بجد أموفي قربي ترب بجد أموفي ما لك أمبر باتشسو كربيني أكربي أججتي يو إنقبر ذيرا ومما زادني فخرا وعزة وكدت بأخمصي أضأ الثريا دخولي في قولك يا عبادي وأن صجرت أحمد لي نبيا كنافي ومما زادني فخرا وعزة كاني بايتي اتين اوف ججو دندو اتين نما كيسا اوف قبو كان دندو او درجة قدارتي وكدت بأخمصي أضأ الثريا لك كوتين كان لفر وعندما وكدت بأخمصي أضأ الثريا قرج أراك آسماي ربئي نندندا كان جرياني أبدتو دخولي في قولك يا عبادي يا عبادي سجدت سنة كيسا قرورا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون ربي يا عبادي جد أول رب نوامو يوغر بيتسا حقيقة تاني لك ربي يا عبادي جد رب نوامو ججا الله أكبر جعلنا الله عز وجل من عباده الصالحين المخلصين فلذلك أعظم ما أمر الله به التوحيد هذا التوحيد تفعيل من وحدة يوحد توحيدا من باب فرحة كان في ما جتال توحيد جتال هو في اللغة إفراد الشيء وأنتكو قفاقوتشو توكوكوتشوني إذا جعله واحدا فهو موحد ربي نيو توكوتشوني ربي توكوتشوني جتال ولكن في شرعي في شرعنا التوحيد هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وهو أي التوحيد توحيد كوني ما ننسى إفراد الله بالعبادة ربني عباداتني تكوت ثم ساتيني غبروا جتا كنافي توحيدا اديسريتي هرم جتا توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات توحيد الالوهيه توحيد الربوبيه توحيد الاسماء والصفات توحيد الربوبيه جتا ماچار كليسرو بنيرا افراد الله تبارك وتعالى
بالخلق والمرك والرزق ربين أكا ربي بيتا أكا هومي كان ربيني كان توكتش ما ساعتيني توحيد مسكرون أكاسيس ربي وان هندوما دنيا كان أركسا كسكتة ملكي سا كسكتة كان غوچوني تربير وان هندوما كان دبر وان هندوما كان سرسو ربي بيتا دوا كتة كان توحيد كان غوچوني توحيد ربوبية جرمكون ولكن توحيد ربوبية كان دواتين مسلمان تاما ابدا مالف كفار قريش ربي كربتي تيتشر سورة يونس في الآية 31 قال الله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون أي فكيف تصرفون من العبادة إلى شرك جتا قل من يرزقكم من السماء والأرض قافت أميتي إرغم أكين قافت أمي كفار قريشين أين يرى سماي الرقم بشان سنبوز لذا كيسا كان سنبي كرسو أين يرى كان رزقي كان سنبي كنو جدي قافت أمي قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار أين يرى كان هجا كانس قرر كانسي كان سنبي كنو يوبر باري كاني بلي سودان داو اجا كانسي غورا كانسي كان فرا سودان داو ومن يخرج الحي من الميت اين يرا كاني وان نغا دعاء كسبو وين دمو دعاء حي كيسا كان باسو اين يرا دي غفدو ومن يدبر الامر دنيا كان انتما سا كان سري ساجرو وان انتما رزق اس اكتجران عافيا كينس دوغاتي كينيا جيرين كان انتما كان انتما غودا جرو اين يرا جدي سان غفدو فسيقولون الله ربي ما لي ما تجر كم براجي تشوساني نفو فقل افلا تتقون ايش نجت توري وفي نجد نيري افلا تتقون الشركة وتحذروه وترجعوا الى التوحيد قال توحيدات اللي بتني شركي كان الاستني كان في كفار قريش توحيد ربوبية كيبل نيرو جين توحيد ربوبية كان كيبل انساني دين الإسلامي كيسا سانيجيشن هيجتا ما البرباجيسا توحيد الألوهية وهو إفراد الله عز وجل بأفعال العباد أو توحيد الله عز وجل ما الجتا بما يختص به سبحانه وتعالى من التوكل والإنابة والاستعانة والاستغاثة كما يأتي إن شاء الله الكلام عليه إن شاء الله في أنواع العبادات كان توحيد الألوهية كان ربي في توكيتما غوتو كان في توحيد الألوهية جتاني كاني توكل انت غودتم توكل جتاني ربي تي قلبي الراسو كاني نفعي كبو كاني نفعي كم نسيت ضرري نتي في دندوس كانو تو كم ربي بيچارچا اكاسيتي إنابة يودي بني نبتكو أوعى ثوبة ثوبر بادو وادي واني مولا ربيكم غفر ربي تدي بيو بادو سنبتكو ربي تدي بيم استعانة غرقاسة غفر تشو ربي ندا الاستغاثة نادر ما توجد تشو ربي غفر تما يشارا كونن دوم تي ربي في توكي تشو ما كان ربي غبرون كوني توحيد الألوهية جرام ربي خالق كذا رازق كذا إني أشي سنوك سيسا كوني كان ربي غبرون كون توحيد الألوهية جرام جتار كان في توحيد الألوهية في توحيد الربوبية والكبت هذا ولرا أدم باس مشار كان في نمني توحيد الألوهيات بوله توحيد الربوبيات بول التجرة نمني توحيد الربوبيات بوله سي توحيد الألوهية بول التجرة جتا ولكن توحيد الأسماء والصفات ربيني توكيتو ما قوتو مكاساتي نس أكاسيسي صفاتي ساتي نس إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه ربي أنا كانت أوصيك وجد ربي قرآن تربتي رجع إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه قرآن تكربي ربتي جارة أو ما أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته نبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إن الله وتر يحب الوتر إن الله جميل يحب الجمال إن الله ستير يحب الستر كان فان إرقم ربي صلى الله عليه وسلم إرقم ربي عليه الصلاة والسلام وصي ربي فكان يجوتا ما كان نبي صلى الله عليه وسلم سنة رتيادة ما كان
وصي ربي ربي أكسر كان جساجر أني ربي نوصفني قرآن كان وصفه ليس كمثله شيء وهو سميع عليم لربي متي ما قلنا إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو ما أثبته له رسول الله من غير تحريف ولا تعطيل. تحريف جتا مال جتا تحريف جتاني معناسا أتوم بالليسين. وتحريف نوعان، تحريف معنوي وتحريف لفظي. نجا معنا سمال جتا تبارك الذي بيده أي بقوته جب وان دوما أركسان جنو لا نن قوات جنة ماله ماله في يو بيده جنة نما دوكا فوقاتي سوك أبسيسا كنن فوقاتي سوكا ربي أكسك أبا جدير يربت ربي إنه سميع بصير دمتي سميع جتا ما جتا إن أرقا سميع إن أرقا بصير من أرقا إدي ربنا نرقا ننقا جدي ربي أكبر بادت أرقو أكا كن يجاك أبا جنون ولكن ربي نرقا كان في كان إسا دوكا ديمو ربي إجاك أبا قرق أبا كان إسا دوكا ديمو كان إن فوقات مبينو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت ثم أنفي أثبت ثم أنفي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو ما أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم من غير تحريف. تحريف أي لا تحرف المعنى بل أن تثبتها كما ثبتت ثم أنفي بعد ذلك المثلية عن الله عز وجل والتشبيه كذلك. ولا تقول كما قال القائلون وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. لا وليس كسبيا فكل موهم يمنع في حق الكريم المنعم جراجا ولكن لا وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. لا هو منزه سبحانه وتعالى من غير أن ينزه وأن نسلب الصفات عنه. كنافي ربي الرا كن ربي وصي كسن كبو جتون ربي كسن تاني تار الرحمن على العرش استوى استواء يليق بجلاله وعظمة سلطانه. عرشي ربي الأمله أكني ترى انت إن أبتا كان كيس قرون تنجر وأنا كسي تفاصيل كيسا ربي إن أبتا انت ومبري أمو ما ننبر الرحمن على العرش استوى جرمه أي استواء يليق بجلاله. فإنه سبحانه وتعالى أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. هذا هو عقيدة السلف من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل هو التخلية وبئر معطلة وقصر مشيت. كان في تخلية مالي في لا ننفي الصفات عن الله عز وجل لا نعطله وننزعه عن الله عز وجل لا بد أن نثبته. ومن غير تكييف ربي أكسيت أكسيتي عرشي را تائرة مالي را واركسي دبتون في انتو وجدت مال جنة على العرش استوى. كيف استوى الله أعلم. أخبرنا أنه استوى ولا يخبرنا كيف استوى. ولا تمثيل. والنفي فيما نفاه الله عن نفسه والتوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه. كنافي عقيدة أهل السنة والجماعة كالربي أو في فكاء صفاتي ساتو مكاساتو إرقام ربي عليه الصلاة والسلام حديث ردي سيارة مكا ربي ساتو وصفت ربته إثباتي قوتو نمالي ربي أكسمي ديجا ربي لمسالي سميع بصير جريرا ما جير فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا أي بمرئي منا. ربي وان دوما وصيو في فكاء رجال كنافي حديث ردي النبي صلى الله عليه وسلم دوما كانيرو. ولكن كوني جهمية مالغورو ابن القيم رحمه الله كربتان جهمي بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق الدياني بل عطلوا منه السماوات العلا والعرش أخلوه من الرحمن ونفوا كلام الرب جل جلاله وقضوا له بالخلق والحدثان. كان في ربي قرآن كوني قرآن ربي خلق أميرا وان باير بتنير جتا نوني أكا جهمية تعطيل الصفات ربي عرش رمتي من عمين جنو ربي الله عز وجل فوق العرش وفوق كل شيء سبحانه وتعالى ملي الله عز وجل في كل مكان انجر مججا ربي الدين دمار انجر مججا والله معكم أينما كنتم أي بحفظه ورعايته سبحانه وتعالى وليس كما يقوله أهل الاتحاد والحلول ربي الدين دمار
إن الله كذا وكذا وما الله وما جري وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسة كنجرس جرا وان باي ربتني لو جارا خلافي كان دوكا صندوق عندي وان باي دوبتون جارا على كل حال توحيد الأسماء والصفات كنا نانا تحقيقه تنتجرا كنا في أكا جهمية ربي عرش رمتي ربي قرآن يكون قال قرآن ربي متي كلام الله مخلوق وأنه كلام جبريل كلام جبريل هوني من دمتي صوبت آجة جارا بل هو كلام الله عز وجل حقيقة تكلم به سبحانه وتعالى جدا. وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه ربي كان أول دماء كسام ربي كان جبا مكسام دماء كان أول ربي إساتي شركي قوة جار ربي نتوقف براجره كان برامو نما كان براتي غرغر سقافتو درمتو قافتو وان باية عبادة انتان كس إياك نعبد وإياك نستعين أي نعبد إياك ونستعين إياك وتقديم المعمول على عامله يفيد الحصرة أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا إياك جتان سمالي غرغر سنقفنو سمالي انقبرو جتان كان في شركيني رافقاتو وهو دعوة غيره معه شركي جتاني ربي دوكا نما كمبرا قبرو جتان نما كمبرا في عبادة كان كنو جتان نما تتوكلو نما تتوبتو يا أبدو كسكو وانو ودي وانجلكو ناماري نرزق نهاية جسكوني أبدا ربي فمالين تو جتان وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو اتخاذ الشريك مع الله عز وجل وهو دعوة غيره أي عبادة غيره معه مع الله عز وجل والدليل أي والدليل على أن الله عز وجل أمر بعبادته ونهى عن الشرك قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واعبدوا الله رب قبرا تكتشما ساتين وانت كتو تندبلين ولا تشركوا به شيئا نكرة في سياق النهي أي كائنا من كان لا ملك مقربا ولا نبي مرسلا ولا وليا صالحا أو عابدا وأنت كنت نبلنا الأولياء يعظمون ويقدرون على قدر أعمالهم والأنبياء كذلك والملائكة كذلك ولكن الله عز وجل هو الخالق المعبود سبحانه وتعالى يعبد وحده ولا يشرك به شيئا سبحانه وتعالى كان في نبيوت كبجنا ملائكة كبجنا اتمنى كربي نواجزتي وليوت ربي سوريا ربي برتي جالته وتيسي سانسي كبجنا دعاء ساني فقونا احترام قونا جيتشارا انت اللي سنو انو الفرسنا جيتشارا ولكن سان قبرون مو أبدا نرانيك مو جيتشار ولي جيتشاني من تولى الله أمره ومن أحبه الله عز وجل جيتشار ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون كان ولي ربي جيتشاني كربي صداتني الذين آمنوا والرب تمني وكانوا يتقون جتاني ملي ولي جتاني كان فدرت الخوفي كان يدرب كانوا ليسوا متي جتان ما ننسى أكن أمي باية قالوا تمارا وليجيني وان فدرت مغيبات وليسوا تفكادا ولكن هذا اعتقاد فاسد وليس هذا من الولاية وليست الكرامة أو المكاشفات مشروطة أو شرطا في الولاية فالولي من تولى الله أمره من تولى الله أمره لأنه عبد الله عز وجل وآمن به حق الإيمان واتقاه حق تقاته كان في واعبد الله ولا تشرك به شيئا جد ربي جتارا كان في إن شاء الله كان نجيني كان نجين ربنا وغره أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.